خلونا نتعرف على حازم عمر. برصيد سنوات من العمل السياسي الحزبي والنيابي، يخوض المهندس حازم عمر رئيس ومؤسس حزب الشعب الجمهوري سباق الانتخابات الرئاسية 2024. إن لم نكن واثقين تمام الثقة ونعلم جيدا أننا أهل لتولي المسؤولية، لن نتقدم ولن نترشح ولن نعرض أنفسنا لمثل هذا المنصب الرفيع. حازم محمد سليمان عمر، وشهرته حازم عمر، من مواليد القاهرة عام 1964، تخرج في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية في 1986، وهو عضو مجلس الشيوخ ضمن 100 المعينين من قبل الرئيس عام 2020. يشغل حازم عمر رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، وينتمي للتيار الليبرالي، وتوجهه السياسي يسار الوسط، والذي استند عليه في صياغة برنامجه الانتخابي. وقد شارك عام 2009 في اتفاقية الميركوسور كمستشار مع وزير الصناعة والتجارة المصري الأسبق رشيد محمد رشيد. من 21 سنة كنا بنحط برنامج لدولة البرازيل، وأنا شاركت فيه شخصيا، ونقل البرازيل من دولة كانت متعثرة في سداد ديونها إلى عملاق اقتصاد. وبعيدا عن مناصبه السياسية، فإن حازم عمر يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية والعضو المنتدب لها، ويمتلك حزب الشعب الجمهوري الذي يرأسه كتلة برلمانية كبيرة في مجلسي النواب والشيوخ، ويخوض ماراثون الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 46 تزكية من نواب البرلمان و 68,071 نموذج تأييد من المواطنين بالشهر العقاري، معتمدا عليهم في مساندته في الطريق إلى الاتحادية.